احتفلت الكنيسة رسمياً بعيد الرحمة الإلهية بمبادرة من القديس يوحنا بولس الثاني عام 1992 تكريماً لرؤى القديسة فوستين كوفالسكا الراهبة البولندية التي طوبت عام 2000، وأصبح يحتفل بهذا العيد في الأحد الأول بعد عيد الفصح. ما قاله يسوع للقديسة فوستين وما كتبته هي في مذكراتها يؤكدان أن الثقة بالله هي الشيء الوحيد الذي ينبغي القيام به دون حسابات وتفكير. نحن بحاجة إلى الثقة بأن الله صالح وأنه رحيم حتى لا يخشى أحد من الاقتراب منه. في 2016 خصص عام للرحمة وفتح أحد الأبواب المقدسة في كنيسة الجسمانية بالقدس، ويوم الأحد في 23 من نيسان احتفل ممثلو الجماعات الدينية في الأرض المقدسة مع الكثير من الحجاج بعيد الرحمة. اليوم نستطيع مثل توما أن نلمس قلب الله الرحيم، ونستطيع أن نضع يدنا في قلبه المجروح ثم نختبره عندما نذهب للاعتراف ونتلقى سر الإفخارستية. هذه هي اللحظات الأكثر حميمية عندما نتمكن من التوحد كليا مع الله. في هذا اليوم عندما يكشف عن العلاقة العميقة بين سر الفداء والاحتفال بالرحمة، تكون أيقونة يسوع الرحيم تعبيرا عن كلمة الله. في سورة الرحمة الإلهية يطلب منا أن نردد عبارة يا يسوع أنا أثق بك، فثقتنا به هي كل ما يريده الله منا، والله يريد فقط أن نعبر عن رغبتنا لنكون معه ونثق به، وهو يتكفل بالباقي. وفي المناسبة ذاتها أقيم قداس إلهي آخر في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم، حضره أبناء الرعية وعدد من الحجاج الذين يزورون مدينة الميلاد. وترأس القداس كاهن رعية اللاتين في بيت لحم الأب رامي عساكريا. وعلى إيقاع التراتيل التي أنشدتها جوقة الميلاد والصلوات التي كان يتلوها المصلون، تجلت روح الانسجام احتفالاً بالرحمة الإلهية التي لا يريد الرب لنا أن نتذكرها فحسب، بل أن نعيشها ونجدد حياتنا بها في ضوء إيماننا الذي لا يتزعزع. واختتم القداس بتلاوة الصلوات من أجل الذي وطئ الموت بالموت وأضاء بقيامته حياة أولئك الذين تألقوا بأكاليل الفرح.